هنعمل النهاردة مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة وكمان يعني اقتصادية. الوجبة دي تنفع لفردين، الوصفة دي تنفع لفردين. هنعمل كبدة اسكندراني ومعاها سلطة طحينة ومعاها كمان مكرونة سباكيتي بالصلصة. انا حطيت صينية عليها فيها معلقتين ومعاهم معلقتين من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، واول ما الزبدة تسخن هننزل بالكبدة. الكبدة طبعا متبلة حوالي 4 ساعات كانت في التلاجة، ده ربع كيلو من الكبدة متبلة بحوالي 6 فصوص من الثوم ومعلقة كزبرة ومعلقة ملح وخل وعصرة ليمون. التتبيلة دي بسيطة وسهلة جدا وطعمها لذيذ قوي. هننزل بالكبدة بعد ما السمنه بعد ما الزبده بتاعتنا والزيت يسخنوا، وبعدين مش هنقلب خالص غير لما تاخد لون من تحت. زي ما احنا شايفين كده الكبده من الاطراف بتاعتها بدات تدي اللون الحلو ده كانها اتغلفت يعني من الايه من السمنه. هنبدا نقلبها. بعدها هكون انا محضره طبق فيه بصله متوسطه متقطعه وطماطميه متوسطه متقطعه وكمان قطعتين من الفلفل او حبتين من الفلفل متقطعين شرايح. طبعا مثلا اللي مش بيحب الطماطم هيستغنى عنها، اللي مش بيحب البصل هيستغنى عنها، لكن الميكس ده من الخضار بيخلي طعمها لذيذ جدا. هي خلاص اخدت لون، هبدأ اقلبها. قلبتها كده كويس وبعدين هخليها على جنب شوية، يعني انا هستنى شوية تاخد وتدي مع بعضها كده، وبعدين دي عصرة ليمون. عصرة ليمون على الكبدة وهي على النار غير في التتبيلة بتديها طعم حلو قوي قوي زي الكبدة اللي بناكلها برا واحلى كمان. ما بتاخدش وقت، الوصفة سهلة وسريعة وجميلة وهتعجبكم ان شاء الله، كمان موفرة يعني عشان اليومين اللي احنا فيهم دول. انا هخلي الكبدة كده على جنب وهنزل بالبصل اشوحها كده في الزبدة والزيت بتاع الكبدة تاخد تشويحة معانا، وبعدين انزل عليها بالفلفل. اول ما احس ان هما بدأوا يتبلوا شوية هنزل عليهم بالطماطم. انا بخلي البصل والفلفل على جنب وبستنى طبعا لما الكبدة تستوي وتتغلف كويس علشان خاطر الخضار ما ياخدش ريحة مش كويسة او مش من الكبدة. طبعا احنا عارفين الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة بتتصفى وبس، لكن لو الكبدة اتغسلت بمية بتبقى ريحة الزفارة فيها وما بتخرجش ابدا. لكن بنصفي الكبدة ونقوم متبلينها، طبعا بنقطع التقطيع اللي تعجبنا او بنجيبها متقطعة جاهزة من عند الجزار بنطلبها منه متقطعة زي ما قلت لكم. التتبيلة بتاعتها تاني هي سهلة قوي، معلقة كزبرة معلقة ملح او يعني نص معلقة ملح على حسب الكمية، ومعانا معلقة خل وعصرة ليمون. تتبيلتها سهلة قوي وجميلة، والتتبيلة دي بنحطها في علبة وفي التلاجة، والتتبيلة دي يعني ما بتخليش فيها اي ريحة اي حاجة مش مستحبة. اول ما بدأت الطماطم كده تدبل مع الفلفل والبصل، اول ما حسيت ان البصلة دبلت شوية مش اصفرت خلاص بدأت اقلبها علشان خاطر المية بتاعت الخضار تدخل في طعم الكبدة في النسيج بتاع الكبدة ويبقى طعمهم متداخل ان شاء الله ويبقى طعمهم حلو قوي. هسيب بقى الكبدة كده تاخد وتدي مع بعضها، وبعد شوية طبعا هنتبلها، نحط رشة ملح ورشة كمون ورشة كزبرة وكمان رشة فلفل اسود، وكمان نقدر نضيف رشة فلفل اسود مع التتبيلة الاولى اللي هتتحط معنا في التلاجة. هي التتبيلة اعتقد واحدة، يعني هي الكبدة ما بتحبش توابل زيادة عن اللازم غير الحاجات الكلاسيكية اللي احنا كلنا بنستخدمها. هنقلبها كده كويس.
انا بحب اغطي الكبدة حوالي 10 دقايق علشان البخار اللي خارج منها، يعني المية تبقى متطعمة اكتر بتاعة الكبدة، والخضار والكبدة يطلعوا ميتهم مع بعض، وبعدين اشيل الغطا وتبدأ الكبدة تشرب من ميتها تاني. هنعمل مع بعض بقى سلطة الطحينة لحد ما الكبدة تستوي مع بعض. هحط حوالي 3 معالق كبيرة من الطحينة على حسب الكمية، دي هتعمل لنا البولة الكبيرة دي. هيبقى معايا نص كوباية مية دافية، هنزل بيها تدريجيا وأقلب لحد ما أشوف الطحينة هتحتاج تاني ولا لأ. هي معايا أخدت حوالي أكتر من 3 معالق، أخدوا حوالي أكتر من 1.25 كوباية مية دافية، بس طبعا بالتدريج. أول ما حسيت إن هي بتتقل كده هضيف تاني مية واحدة واحدة. طبعا برضو الطحينة معانا من الحاجات برضو الكلاسيكية، وما بنحبش طعمها يبقى ايه في حاجات مترقعة كتير. هو برضو الكمون والملح والليمون حاجة كافية جدا جدا، توابل كافية قوي للطحينة، معلقة من الكمون ومعلقة من الملح. المعلقة دي كانت صغيرة من الملح، وبعدين حسيت ان هي محتاجة تاني فزودت لها بعدين شوية ملح كمان. نفضل نقلبها كده، نحط معانا بقى نص ليمونة، وانا بحب احط على الطحينة كمان 1/4 معلقة من الخل صغيرة، بتخلي طعمها سلس اكتر وبتخليها سلسة اكتر وسهلة في التقليب وناعمة كده يعني. بس كده 1/4 معلقة من الخل ونقلب كويس وندوق بقى. في ناس بتحب تضيف على الطحينة توم مطحون او توم مهروس حوالي 1 معلقة صغيرة، بس انا يعني ايه مش ببقى يعني على حسب كل واحد وبيرتاح في ايه. كده كده الاكل ده نفس، وكل واحد اللي يحب يعمله يعمله. انا لقيتها كده محتاجة سنة ملح تاني فزودت عليها وقلبت تاني. كده خلاص الطحينة بقت جاهزة معانا، والقوام بتاعها بقى جميل قوي قوي، تتغمس تبقى مع المكرونات مع الكفتة مع الكبدة مع الفراخ المشوية، طبعا الطحينة مع اي حاجة. نحط عليها كده رشة من الكزبرة عشان تدي شكل جمالي، وطبعا نقدمها في طبق بقى زي ما يرى. احنا هنرجع هنا للكبدة، انا كنت شلت من عليها الغطا، وهي زي ما انتوا شايفين كده نزلت المية بتاعتها كلها، وهبدأ بقى ايه اخليها على نار متوسطة عشان تبدأ تشرب المية من تاني. طبعا في المرحلة دي كانت خلاص دخلت على سوا، وزي ما انتوا شايفين كده هي خلاص اللون الاحمر اللي بيبقى جوه ده خلاص هو ايه اختفى تماما، والكبدة مستوية لكن لسه مش درجة السوا اللي انا عايزاها. هسيبها بقى كده، طبعا انا كنت بدقها طعمها كان فعلا فعلا لذيذ جدا، كانت حلوة قوي. طبعا انا في الخلفية بقى كنت حاطة حلة وسلقت فيها المكرونة الاسباجيتي، عملت كيس من المكرونة على حوالي 3 لتر من المية، خليت المية تغلي وحطيت فيها 1 معلقة ملح و2 معلقة من الزيت، ولما المية غليت قمت حطيت المكرونة، ولما بعد 10 دقايق او 12 دقيقة بالظبط من الغليان طلعتها صفيتها في مية، صفيتها في المصفى، وعملت في الحلة بتاعتها حطيت 2 فصين من التوم وحوالي فلفلية صغيرة من الفلفل الأخضر، او لو عندك فلفل الوان الفلفل اللي تحبوه، مع 2 معلقة سمنة و2 معلقة زيت في الحلة، ونزلت عليهم ايه ب2 كوباية من الصلصة وسبتها تتسبك شوية مع بعضها. وبعدين وقت الاكل ضفت المكرونة على الصلصة وخليتها يعني تتسبك شوية تاني مع بعض، وبألف هنا وشفا. اكلة لذيذة وجميلة وسريعة واقتصادية وموفرة، وهتعجبك جدا.